للفوز داخل القواعد، وهذه المرة الضحية كان مولودية سعيد. اللقاء الذي عرف إقبالا جماهيريا كبيرا كالعادة، أداؤه كان باردا برودة الطقس، ولم نسجل أي لقطة خطيرة في النصف ساعة الأولى، وعرف مد وجزر وصراع على الكرة وسط الميدان إلى غاية الدقيقة 34 بأول محاولة، وزاوي يضيع فرصة تسجيل هدف لمولودية سعيدة. بعد ذلك هجوم الموب، وفي الدقيقة 40 وبكرة طويلة أمامية أتت بالخبر السعيد لرفقاء أكرور والأنصار، بعد ترجمة عمران هذه الكرة إلى هدف برأسه. هدف خلق الجدل حول وضعية التسلل خاصة من جانب مولودية سعيدة الذين احتجوا على الحكم. ينتهي بعد ذلك الشوط الأول بتفوق مولودية بجاية بهدف دون رد. الشوط الثاني يتواصل التنافس مع تزايد تهطل الأمطار وضغط أبناء ماغوريا الذين توجت محاولتهم بهدف ثاني في الدقيقة 48 وقعه القائد أكرود مستغلا خروج الحارس بهدا من مرمى. مولودية سعيدة حاولت الرد بهجمة معاكسة، بخاري يضيع أمام حنكة الحارس طوال الذي تفوق في كل الكرات، وكاد المحليون من تعميق الفارق في الدقيقة 78، كرة صحراوي تتصدى لها العارض. لينتهي اللقاء بتفوق أبناء إما جورايا بهدفين لصفر.